غريبة ان كريس بيجرز ما اكتفاش بالكلام ده، اكيد يقول لك القاعدة فين. هو بيكشف لك قال لك القاعدة فين، قال لك على فكرة القاعدة دي قرب مضيق هرمز. قرب ايه مضيق هرمز؟ القاعدة دي تبعد 100 كيلومتر شمال مضيق هرمز، او 160 كيلومتر بالظبط. هو طبعا كاتبها بالمايلز بس انا بقول لك بالكيلومتر. هي تبعد 160 كيلومتر شمال مضيق هرمز في منطقه جبليه، والقاعده دي يا باشا مبنيه من 2013 او بدا العمل فيها من 2013، وهو مسجل لك الصور وعملها في هيئه فيديو. يعني قال لك في 2013 ابتدى الشغل، ابتدى تحس كده في حاجه مش طبيعيه داخل المنطقه دي. في 2014 ابتديت تشوف لا في كباب كده او في حاجه مش طبيعيه خضرة كده شويه بتتعمل في المنطقه. ابتديت تشوف ممر لان في هواء، هو قال لك في هواء في الحته دي او زي ممر. فابتدى الكشف ان يا جماعه لا انت هنا بتتكلم ان هي دي القاعده.